اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج وظائف العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة روتانا خليجية. سريعا نتابع أهم الفقرات لهذه الليلة. تشاهدون في هذه الحلقة أهم المنشطات الصحفية. أما في فقرتنا الرئيسة قطاع العقار وتوطين الوظائف، وفي فقرة التوطين يبدأ من هنا محلات الحلاقة أين الشاب السعودي عنها، وأخيرا في كذا صح التواصل الفعال مع خبير العلاقات العامة والإعلام تيسير المفرد. إذا تابعنا أهم الفقرات لهذه الليلة، اليوم راح نتكلم على موضوع جدا هام، يمكن طرحه إعلاميا قليل جدا، هو واقع السوق العقاري. ما راح نتكلم على الارتفاع ولا الانخفاض ولا عن الأجارات، راح نتكلم على موضوع آخر وتوطين الوظائف. إذا كان حجم الاستثمار في هذا القطاع يصل إلى 2 تريليون ريال، المملكة ثالث أكبر دولة تستثمر في هذا القطاع في العالم، وين الشباب السعوديين عن هذه الوظائف؟ يعني راح اليوم نتناقش مع أحد المهتمين بهذا الجانب، وراح نبين أنه في أماكن نزج بالسعوديين وتواجدون ابتداء من مكاتب العقار وصولا إلى الهيئات أو المطالبات بإيجاد جمعيات وبالتالي توفير فرص وظيفية. الأسبوع الماضي وصلتني العديد من الإيميلات من الأخوة متابعينا من الأجانب، الأخوة المقيمين الله يعطيهم الصحة والعافية، يقولون يعني مهما كان الآن عندنا رسالة وأتمنى توصلوها إذا فعلا برنامجكم شفاف. إحنا نقول برنامجنا شفاف وبإذن الله القناة شفافة، وبرامجنا حتى تهتم بنقل رسالة المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية والمتابع في كل أرجاء العالم. يقولون شوي ضاغطين علينا موضوع وزارة العمل في بعض القرارات اللي موجودة، خاصة الناس الأجانب اللي موجودين في البلد اللي لهم سنوات ربما تفوق العشر سنوات، يقولون ما لنا مكان، هل نرجع مثلا بلدنا؟ هذه هي بلدنا، احنا نكن هذا الاحترام والتقدير لهم، وبإذن الله أن رسالتكم ورسائلكم تصل لأخوة المسؤولين في وزارة العمل، وبإذن الله يعني ينظروا لها بنظرة الاحترام والتقدير لهذا الحب والوفاء لهذا البلد وتواجدهم. مهما كان أكيد احنا دولة يعني في كل عام وحتى في كل ثانية، سواء كان معتمرين أو حجاج بيت الله الحرام ضيوف الرحمن، نقدم لهم أحسن خدمة، وتواجد الأجنبي في هذا البلد للجانب السعودي في نهضة هذا البلد. ما ودي أطول عليكم كثير، أخبار شيقة سواء وزارة العمل أو بعض الصحف اللي صرحت عن بعض الأخبار الجيدة في إيجاد بيئة العمل. يعني واحدة من الجهات غرمت شركة أكثر 100,000 ريال لأنه في تمييز ضد السعوديين. خلونا نتابع هذا الخبر ومجموعة من الأخبار في أهم المنشطات الصحفية. يتساءل ماذا عن تكاليف المواصلات التي سننفقها للذهاب إلى أعمالنا، وماذا عن أطفالنا عندما نكون بعيدين عنهم في أوقات عملنا؟ من منطلق هذا التساؤل كشف الدكتور فهد التخيفي المشرف العام على برامج عمل المرأة في القطاع الخاص في وزارة العمل من خلال خبر نشر في صحيفة الاقتصادية عن إعداد دراسة لتوفير إعانة مواصلات للعاملات في المحال التجارية المؤنثة وفق ضوابط محددة من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية. وأضاف التخيفي أن وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية يعملان على تنفيذ مبادرة لإنشاء مراكز حضانة للأطفال في المصانع. وأضاف الدخيفي أن وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية يعملان على تنفيذ مبادرة لإنشاء مراكز حضانة للأطفال في المصانع والشركات والمراكز التجارية، مضيفا أن هذه المبادرة تتطلب تشريعات وتنظيمات بالتنسيق مع مؤسسات حكومية والقطاع الخاص لدعم تنفيذها تشريعيا وفنيا وإداريا وماديا. ومن خبر يبشر المرأة العاملة باصطحاب طفلها لحضانة موجودة في بيئة عملها، إلى خبر شركة صينية منعت موظفيها السعوديين من دخول مبنى إدارتها. وجاء في الخبر الذي نشرته صحيفة الحياة، عوقبت شركة صينية منعت موظفيها السعوديين من دخول مبنى إدارتها بغرامة تبلغ 145,000 ريال، غير أن الشركة استأنفت قرار مكتب العمل لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. وذكرت مصادر مطلعة للحياة أن الشركة الصينية استغنت عن خدمات مسؤول العلاقات العامة لفرعها في جدة بدعوى عدم قدرته على إسقاط الغرامة. وأوضح مسؤول العلاقات العامة المفصول ياسر بن صالح أنه تقدم بشكوى إلى الهيئة الابتدائية لتسوية المخالفات العمالية لدى مكتب العمل في جدة قبل أسبوع، مؤكدا أنه يطالب بتعويض عن فصله من العمل، وهو قرار وصفه بأنه غير قانوني ومجحف
وأنه لا يطالب بالعودة إلى العمل نظراً للتمييز في التعامل مع السعوديين على حد تعبيره. وسبق أن رصدت إدارة التفتيش في مكتب العمل في جدة مخالفات عدة على المنشأة المذكورة. وبعيداً عن أخبار الغرامات والعقوبات، إلى الحديث عن برنامج نطاقات، حيث تحدث خالد الكلابي في صحيفة اليوم عن نطاقات بعد مرور عامين على تطبيقها. ويقول خالد: أشارت إحصائيات وزارة العمل إلى أن 204 ألف مواطن ومواطنة استغنوا عن برنامج نطاقات، وفي مقابلهم استمر 411 ألفا حتى نهاية العام 1433، فيما تشير أيضا إلى أن من تم توظيفهم بشكل كامل بسبب نطاقات وصل إلى 615 ألفا من المواطنين، وهو ما يشكل 58% من إجمالي السعوديين في القطاع الخاص. وما زلت عند قناعة الأولى كما يقول الكاتب، التي عبرت فيها منذ زمن من خلال هذه الزاوية عن تفاؤلي بالمردود الإيجابي لبرنامج نطاقات على سوق العمل والتوطين على المدى الطويل. وككل برنامج جديد يمس قطاع الأعمال، لابد من أخطاء وعثرات تلازم التطبيق، ولكنها لم تؤثر بشكل سلبي حتى الآن على وضع الشركات بشكل عام كما توقع البعض في البداية. كنا متفائلين بنطاقات وطاقات والبرامج اللي تقدمها وزارة العمل وحتى صندوق الموارد البشرية لخدمة الشاب السعودي من الجنسين حتى نوفر لهم فرص وظيفية. واحد من الأخبار الملفتة اللي طبعا ذكر في صحيفة الاقتصادية الإلكترونية أنه توجه لإنشاء مراكز ضيافة لأطفال الموظفات وإعانة مواصلات العاملات في المحال. يعني إحنا نطالب دائما بعمل المرأة، وأنه 80% من يعني العاطلين في البلد هم من السيدات. الحضانة توفر فرص ومئات الآلاف من الفرص الوظيفية، احنا متفائلين. كثير من الأمهات ربما أيضا يعني خلينا نقول وفر فرص وظيفية، وحتى أنه ما يكون في استقدام للعمالة الأجنبية سواء مربية أو جلسة أطفال أو حتى عاملة منزلية. حط يا يعني خريجات رياض الأطفال الموجودين من هنا، خريجات الآن إدارة الأعمال، نعمل مثل حضانات هذه للأطفال ونزج فيهم السيدات ويقدرون يتوظفون.